يسعد لي مساكن يا أحلى متابعين. اليوم وصفتنا الملفوف. الكل عم بيقول لي يا خالي دلال نحن مبتدئين، بدنا طريقة سريعة وبدنا شلون منفصل الملفوف اللي بيقولوا له الكرنب، وبدنا جود بالموجود، ما بدنا لحمة. تكرم عينك، رح أعمل لك ملفوف بلحمة وملفوف بالخضار، فعلا مميز وطيب كتير. تخليلي المطبخ وقولي بسم الله. عرضت الفيديو أيام زمان من 2013، وكان الفيديو طويل وبيحول. يا خالي دلال الملفوف ما عم يستوي، قلتينا حطوه بالفريزر قبل ما تناموا، وتاني يوم شلحوه ولفوا وقولوا يا رب. في إلو طريقة تحضير ليستوي بسرعة. جبنا راس الملفوف وغسلناه وشلنا القرمة ولفحناه بنايلون تغليف وقلنا له أضوي على الفريزر، تصبحوا على خير، بكرة بشوفكن الصبح. تاني يوم طالعته من الفريزر، ممكن بعد 3 أيام ممكن بعد 4 أيام، حطيت كوبين ونص رز قصير، نقعته بمي مع معلقة ملح وقلت له أضوي. في راس تاني بدي أعمل لك الطريقة التقليدية، شلت القرمة من النص، طبعا غسلته مسبقا، وهلأ قسمته محل الحز العض بيسموه السميك، قسمته أرباع، فصلته بهالطريقة وعم بغلي مي. بدي أهبله وأفصله وأحطه على جنب وأقول له استنى دورك لحتى نلفك ونحشيك، ورح أفرجيكم الفرق بين اثنين، صدقوني نفس الشيء. بجوز هداك ياخد زمن استواء أكثر شوي. اعملي لي زوم للكاميرا وشوفي شلون محل العض اللي بالنص عم بقسمه أرباع أرباع. ممكن ناخد اللب اللي جوا نحطه بهالكيس ونقول له أضوي للبراد، وقت اللي بيجي دور السلطة منعملك سلطة، والباقي عم نغلي مي. شايفين حطيته بكيس وحطيته بالبراد، غليت المي حطيتهم وبالمعلقة بغطسهم دقايق معدودة، وبرفعهم وبحطهم بمصفية. بدي أحطهم بالصينية وأعمل لك اختبار إنه فعلا أخدوا تبخير وتدبيل تمام، صارت مثل القماشة، بجرب بلفها التفت. وضعتيكي نصيحة، أحياناً بنجار عليهم شوي بالمي السخنة، فوراً حطيهم تحت مي باردة بتحدي من الاستواء تبعهم. هلأ بدنا ننتقل لتتبيل اللحم. معلقة ثوم مطحون، هذا بالفريزر، نزلي طريقته بقناتي، ونعناع ومنكهات عطرية، وبتبل اللحم. هلأ بدي أحضر الحشوة. الرز منقوع لمدة ساعة، صفيته من المي، حطيت له معلقة دبس بندورة ومعلقة عصير ليمون، وممكن معلقتين، وفنجان دبس رمان فنجان صغير، وكمون وبهار وملح ومعلقة سكر ومعلقة نعناع وزيت زيتون بيعطي فرفدة. ورح أحط لحمة جود بالموجود وحسب الذوق، ومعلقة سمن عربي. رح أتبل الحشوة، صارت جاهزة. وهلأ رح أبدأ بحشوة الملفوف اللي ما له لحمة. بندورة حبة، بصل حبة كبيرة، بقدونس نص باقة، فلفلة حمراء وفلفلة خضراء. منحط هالطنجرة على النار ومنحط نص كوب زيت. حطيت البصلة دبلتها مع رشة ملح لنسرع من تنشيف السوائل. حطيت حبة البندورة المفرومة فرن ناعم. هلأ منحط الفلفلة الخضراء والفلفلة الحمراء، وإذا عندك بصلة خضراء حطيها، وراح نقلبها مع معلقة دبس بندورة ومعلقة دبس فليفلة. إذا بتحبيها حدة حطي فليفلة حدة، ما بتحبيها حدة استثني جود بالموجود. هلأ بدنا نحط الرز، نقلبه تقليبتين ثلاثة، ما رح نطبخه أبدا تقليبتين. حطيت بهار حلبي، رشة كمون مشان نخفف من تقل الملفوف، محشي الملفوف. منحط نعناع مكون رئيسي، ومنحرك هالتبلة
مع معلقة سكر بتعدل الطعم. وهلأ رح نحط عصير ليمون. حطي بالبداية نصف فنجان ودوقي. ودبس رمان رح أحط 3/4 فنجان وحتى ممكن نصف فنجان بالبداية، وبشوف بعيني لأنه هون مقدار الرز كوب، هذا بن، البن السوري. معلقة صغيرة بيعمل فرق كبير بالطعم، جربي ما بتندمي. بالنهاية حطيت البقدونس ورح أطفي النار، وصارت حشوة محشي الملفوف بدون لحم جاهزة. ويا سلام. بالنهاية بحط حبات جوز ورح أتبل هالحشوة وأبدأ باللف. خلينا نتفقد هالملفوفة. شلت النايلون عنا وراح التلج عنا ودبلت وصارت مثل القماشة، عم بشلحها ورقة ورقة ما عم تتكسر أبدا. لا تفتكري ما بتستوي. هلأ شوفي سر الاستواء، شلحتها وراح أفصلها بحيث بس أرفع العض النصيني وأقسمها حسب الحجم اللي بدي إياه. ركزي الكاميرا وشوفي شلون عم بشيل العض، وفصليها حسب ذوقك. الحلبية معروفين بيحبوا الملفوف، محشي الملفوف تكون الحشوة كتيرة على مبدأ اليالنجي وأكتر كمان، وبتلاقيهم كبار. أهل مصر بعملوها صغار، وحتى يمكن أهل الشام بعملوهم صغار. هذا بسميه ذوق شخصي، نحن منحبهم كبار. مشان أميز بين محشي الخضرة اللي بيشبه اليالنجي ولكن بملفوف عن محشي الملفوف المحشي لحمة بالحجم. اللي باللحمة عملته حجم كبير وبالخضرة عملته حجم صغير. يلا صبية يلا، ويلا شباب ما تستهينوا بقدراتكم. رح تسألوني يا خالي ورق الملفوف له وشين، حطي ايدك الملمس الخشن لجوا والناعم لبرا على مبدأ ورق العنب اليبرق. شايفة؟ منسكر من طرف، والطرف الثاني ممكن تتركوه مفتوح وممكن تسكروه إذا كان الورق طري ما في عض بسيط. هلأ ممكن بكل بساطة أطبخهم مع بعض. أنا اليوم ما بدي أطبخ كل نوع لحاله. صدقيني وقت بتطبخيهم سوا المرأة رح تكون كتير طيبة ومميزة، وحتى إلى حدودية، ولكن هالحدودية طيبة. إذا ما بتحبي الحد استثني الحد من حشوة محشي ملفوف الخضرة. شايفين ما أحلاهن؟ هلأ منا نطبقهم. باخد كل حزمة بحزمتها، بعصرها بإيدي بكبسها على بعض وبطبقها مثل اليبرق تماماً. منا نسرع استواء هالملفوف. بحط مي حلوة، ما بضف له شيء أبداً أبداً. وحطيت التقلة وحطيت نصف مقدار المي، ركزي صبية، وحطيته على النار. زاد شوية حشوة، لفيتهم بورق عنب. تابعت الغليان، بدي أقش الزفرة طبعاً. هلأ بدي أحضر المي الثانية، بدي أحط الحموض من دبس رمان، دبس بندورة، ملح، رشة سكر وحمض ليمون، وبدوقة زبطت تمام. هلأ بكل بساطة بضيفة بعد ما أقش الزفرة. بدك تقليلي خالي ليش حطيتي القماشة؟ مو عبقبي مشان ما يوسخ لي الغاز. المهم أخذ معي ساعتين ونص. بدي أعمل اختبار للاستواء، بدي أشوف، بدي أطالع وحدة. بكل بساطة أخذت استواء كامل، بس بدي أتركه كمان ربع ساعة. اختبرته وفعلا أخذت استواء من أروع ما يكون. هذا هو سر الاستواء السريع. الصبايا عم بيحطوه رأسا الحمض. عم بيقولوا لي خالي نحن جربنا طريقتك اللي بتحطي راس الملفوف بالفريزر بس عم بتأخر بالاستواء. لا اعملي طريقتي هاي، حطي نص مي حلوة بعد ما يغلي حطي المواد الحمضية.
وأكيد الطيبين ما رح ينسوا الدعم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. تحياتي، بحبكن كتير.